لتحليل هذه المواجهة، مواجهة منتخبنا الوطني ومنتخب غينيا بيساو، معانا واحد من أهم المدربين الأجانب اللي جم دربوا في الدوري المصري وفي الكرة المصرية، جورفان فييرا المدير الفني البرتغالي الأسبق لنادي الزمالك. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. مساء الخير من هنا، لأننا لازلنا في المساء، لذا أقول لكم مساء الخير. حسنا، يسعدني أن أكون هنا معكم مع التلفزيون المصري لنتحدث عن أصدقائي في مصر. أنا دائما أسعد حين أتواصل مع الشعب المصري والصحافة المصرية واللاعبين المصريين وكل شخص مصري، أكن له كل الاحترام والتقدير. ونحن أيضا نكن لحضرتك كل الاحترام والتقدير، مدرب كبير ومدرب محترم، ذكرياتنا معاك ذكريات رائعة جدا، كنت مدرب رائع جدا مع نادي الزمالك ومع كل الفرق اللي اشتغلت معها في الدوري المصري. سؤالي لحضرتك، هل تابعت اليوم مواجهة منتخبنا الوطني المنتخب المصري أمام منتخب غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية؟ أولاً أريد أن أقول لك أنني أتابع كل المنافسات، كل يوم أشاهد كل المباريات، لأن بالطبع مصر هامة ولها مكانة خاصة في نفسي، وأنا أحاول أن أتابع جميع المباريات. تابعت المباراة الأولى واليوم المباراة الثانية مع غينيا بيساو.